وبالعكس اخويا انت مغربي انا مغربي علاش نبقاو مضاربين ولا درخاويه عندكم يوكان ما تخدموش بها تدي الطاطا كون خليتي شي واحد اجنبي يقولها شوف يوكان فين وصلت اليوم باش تعرف راه واخا توقف انت و700 واحد اجي تدوز لان ملي كتكون نيتك مزيانه اش اللي باغيك والبوتونسييل ديالك كبير وسير دير شي حاجه احسن من يوكان الدراري البنات يلاه جيت من لاصال شكرا للموتيفاسيون ديالكم شحال من واحد تيقول لي اخويا السيمو راه بان فيك لونطريمون بان فيك راه تبدلتي ما بقيتيش كيف ما كنتي الخوت راه حنا مقاتلين باقي ما درتش انجاز دابا شهرين ديال لونطريمون كنزباليها ماشي مره مره في الماكله كنزباليها شحال من مره باش فهمتي ولكن هذه هي الحياه راه شوف دابا ما نبغيش ندوي في هذا الشيء على خاطر باش ما نخليش ناس اخرين يزبلوها الناس اللي قادرين شوف المهم هو تدير ديك 80 20 كنزباليها ولكن 80% ديال الوقت تنجمع راسي راه ماشي راه انا ماشي ملاك وشحال من واحد ماشي ملاك وحتى انت الا قلتي بغيتي تمشي تبدا الخدمه ما تقدرش تبدا الخدمه وتكون يوميا مره مره تزقلها اللي ما تزقلهاش لغد ليه وهذا الشيء راه تيبان مع الوقيته ومن هنا راس العام ان شاء الله هذيك الترانسفورماسيون اللي درنا تكون ان شاء الله ترانسفورماسيون على قد الحال غنبارطاجيوها معاكم الخوت الدراري البنات ماشي هذه الترانسفورماسيون اللي مهمه الترانسفورماسيون اللي فريمون شغله ليا راسي هي الترانسفورماسيون ديال المغاربه ان شاء الله اللي بغينا نجيبوه من المغرب ونجيبوه هنايا لتايلاند ونبداو معاهم ازيرو نعلموهم الاي كوميرس ونأسيستيهم حتى يوليو ناضين ويبداو يدخلوا فلوس الخوت راه الهدف من هاد الناس اللي غادي نجيبو راه كاين اللي خرج ليه باسبورو ديجا كاين اللي غادي يخرج ليه ان شاء الله تنتمنى شي واحد يخرج لهم غدا الجمعه ما خرج لهم غدا الجمعه يخرج لهم السيمانه الجايه باش نبداو باش فهمتي باش يجيو جماعه ان شاء الله هنايا ونبداو معاهم من زيرو حتى يبداو يدخلوا فلوس وداك الشيء كامل غادي يتصور كما قلتو الهدف هو انت ولا انت اللي كتفرج فيا منين نشر دوك الحلقات تفرج فيهم غادي يبان لك كلشي شنو قلنا لهم شنو علمناهم شنو تعلموا شنو داروا اين برودو علاش خدموا شنو بداو تيبيعوا حتى بداو تيبيعوا وشحال ديال الفلوس دخلوا وانت كيفي تشوف وتري بحالو هذا هو الهدف هو حنا بغينا ناثروا في واحد العشرات الالاف الناس هذا الخوت هو الهدف هو ناثروا في واحد عشرات الاف الناس حتى هما نوضوا يتحركوا نوضوا يديروا شي حاجه وديما الهدف هو الناس نوضوا يتحركوا على حقيقه راه الحمد لله غيرت الحياه ديال الالاف ديال الناس المغاربه بلا المصريين بلا الجزائريين بلا 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 بلا, بلا. ولكن هذه درناها هذه المره هذه وبيان سور قبل ما نشروا الحلقات غادي ندير لهم السوتيتراج السبتايتل باي لغه بلونجلي بالعربيه باش نتاتشيو الماكسيموم بوسيبل ديال الناس اللي تفرجوا في دوك الحلقات حتى هما يقدروا يبدلوا حياتهم هذا هو الهدف يعني ماشي تقول واه انا ما تختاريتش ماشي صرا شحال جدنا اخونا كاع نختاروا راه كنا دايرين ثلاثه دابا كنفكروا نردوا اربعه الناس شحال جدنا كاع نجيبوا ديال الناس نجيبوا 10 10 ما نقدروش ناسيستيهم الدراري اللي معايا شي نقول لهم 10 تقول لك لا اخويا السيم جوج باش نديروهم صحابنا نجلسوا نقابلوهم نعطيهم الوقت في الاخر بزز باش رديت اربعه وانا اللي مخلص كلشي الدراري راه فلوس هاد الخوت وديك النهار ملي تعصبت ودخلنا في شي كلاشات ديال والو وسمحوا لي الخوت راه فريمون ندمت مع واحد اليوتيوبر ديال 4 دريال لسبب انه قال لك كاع هاد الهراج اللي دايره دخونا هذا على قبل دي جوج ديال الناس ماشي على قبلك ردينا ثلاثه وماشي على قبلك ردينا اربعه ونتمنى انت تدي هي واحد تجلسوا معاك وتهلا فيه وتقابلوا وتغير ليه حياته شدوا من لا شيء تردوا شي شيء فهمتي ما بغيتش ندخل في خونا هكا خونا ما داير والو في حياته عطيها البلا بلا موتيفاسيون ديال 10 دريال تمايا في اليوتيوب شحال دخلوا معاك المغاربه حتى ريال نهار مجاوي انفيستيو في ديك الشركه الاسرائيليه مشاو لهم فلوسهم جيب لي جمع لي 10 الناس في شي قاعه شتي حنا في يوكان اللي كتقول كتدي الطاقة الا جمعناه نجمعوا لك 7000 الناس هذو اللي كيدخلوا الفلوس انت جمع لي 10 الناس في قاعه وحده جمعهم لي قول لهم ادخلوا الفلوس من ديك الشركه الاسرائيليه تا واحد كلشي مشاو ليه فلوسه وبركه من البلا بلا 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 سير تخدم اصاحبي وتنحاولوا الخوت نتفاداو هادشي ديال الكلاشات وكذا لان شحال من واحد تيصحابوش على قبل شي منافسين ومنافسين بالعكس الخوت وتمنيت هاد خونا هادي يولي منافس والبوتونسييل ديالو كبر مني والبوتونسييل ديالو انا كنعترف ليه بها هو كبر مني ولكن شنو داير به زيرو بلا 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 انا صاحبي دير شي شركه دير شي ستارت اب خدم الناس هايو كان شحال مخدمه سي او دي نيتورك مغربيه مخدمه اكثر من 200 الناس 200 عائله الفلوس اللي فيرات سي او دي نيتورك المغاربه سول عليها انت شحال وسول شحال من واحد توصلوا الفلوس هذيك الشركه الاسرائيليه راهي دات للناس فلوس هذاك هو الاشهار اللي درتي هذا هو الحاجه الوحيده جمع لي 10 الناس ما باغيش اللونك شوف الفيوتشر اصاحبي شوف الفيوتشر راه انت البوتونسييل ديالك كبير ولكن ما استغليتيش بقيتي الموتيفاسيون ديال 10 دريال كتفكر كيفاش تدخل درهم استشاره ب 4 دريال ها حياتك كيفاش دايره
صاحبي راه ممكن انت ممكن يطلع منك العجب وتبدا. ما بغيناش الدراري نبقاو نتناطحوا هنايا بيناتنا غير حنا المغاربه فهمتي، ما وماشي منافسه، يا ريت تكون كانت منافسه مناطحه في الهضره خاويه وعاد العايله على كامله على قبل هاد الجوج د الناس. واخا نفترضوا جوج، واخا ان شاء الله يوليو اربعه، نفترضوا جوج حسب لهم طيارتهم ماكلتهم السكنه ديالهم كلشي ديالهم بيسياتهم البيدجي اللي غادي انفيستيو باش يبداو ان شاء الله لي كوميرس ديالهم. دي انت واحد ما بغيتش نوصل لهاد النيفو هذا ديال دي واحد انت اربعه دي بليز دير شي حاجه. الدراري راه ما كاين حتى شي مشكل مع المنافسين، بالعكس سول عندنا المنافسين ديالنا تلاقينا معاهم في اكادير وجاو سلموا علينا وسلمنا عليهم وتصوروا معنا وتصورنا معاهم. بالعكس هادوك كيديروا شي حاجه كتفيد الوطن، بالعكس شي حاجه كتفرح ومزيان نكونوا السوق الاوروبي شادو مغربي، الخليجي شادينو مغاربه، السوق اش كنسميو الافريقي شادينو مغاربه، مدورين احنا المغاربه. ولكن راه المشكل تيبقى فيا هو شي واحد الموتيفاسيون تاع 10 دريال. وبالعكس اخويا انت مغربي انا مغربي، علاش نبقاو مضاربين ولا درا خاويه؟ عندكم يوكان ما تخدموش بها تدي الطاطا، كون خليتي شي واحد اجنبي يقولها. شوف يوكان فين وصلت اليوم باش تعرف، راه واخا توقف انت و700 واحد غادي تدوز، لان ملي كتكون نيتك مزيانه هادشي اللي باغيك والبوتونسييل ديالك كبير. وسير دير شي حاجه احسن من يوكان، سير دير شي حاجه اخرى راه اللي درتي فيها يديك غادي تمشي والبوتونسييل ديالك كبير. وقلب لك على شي منتور واعي عباد الله يمنتورك، راه حنا استفدنا من الناس وكنصغروا راسنا وكنسمعوا للناس الكبار. راه يوكان ما جاتش هكا والسيو ديناتورك ما جاتش هكا، جات لاننا كنسمعوا لواحد الناس. انت قلب على شي واحد يمنتورك، راه منتوريتك ايامات الجاهليه ايامات كنتي سيلبي واتصلتي بيا اربعه السوايع وبقيتي كتحاجي ليا قصه حياتك، واول مكالمه في حياتي ندير فيها اربعه السوايع. وما تنساش داك الخير، راه شركنا الطعام وشركنا الحبس وشركنا كلشي، والله يرحم لك الوالدين. بدل ساعه بخرى وسر البوتونسييل ديالك كبير، سر استغلو في شي حاجه زوينه وانا نفرح لك ونصفق لك. وفي الاخر الخوت كتلقى هذاك اللي قاسك تعاطى انت وياه مغربي، كون كان شي واحد من شي دوله اخرى ما عمر شي واحد من شي دوله اخرى كان معاه شي مشكل ولا كلاشات ولا شي حاجه، قاسك تكلاشا مع اخوك مغربي، كون كتكلاشاو في المفيد. كتكلاشاو مثلا شحال مخدم انت الشركه ديالك، شحال دخلات، شحال كذا كذا، شحال مخدم ديال الناس، شحال نافع ديال الناس، شحال كلاو معاك الناس ديال الخبز. راه هذا كلاش زوين. وبالمناسبه المنافس راه انا كنحترم المنافسين ديالي كاملين، لانه في الاخر قد انت كيديروا شي حاجه ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو الهضره خاوي، لان هذا كيشد هذا خدام تبارك الله مغربي جالس كيشد في السوق الاوروبي راه ديالنا، هذا جالس كيشد الضرب تما على سوق افريقيا، المهم راه في الاخر مغارب، هادو مضاربين على سوق الخليج في الاخر مغارب. المهم حنا في التارجت ديالنا في الاخر هو راه كنبويلديو واحد الانترنت كوميونيتي ديال المغاربه تكون في اي قنت. بغينا نبنيو شي حاجه بحال دوك البي بال مافيا في امريكا، مدورينها بيناتهم في العالم كامل. حنا باقيين صغار ولا صاحبوش انت معنا في الباطو كتقبوا صاحبي، ريح زقه دير شي حاجه، راه البوتونسييل ديالك كبير. ماشي صح، حنا راه تنبنيو بحال مروكان ويب مافيا، مافيا ما تعنيش كدير شي حاجه غير قانونيه، لان هذوك باي بال مافيا كلشي قانوني، يعني غير فهمتي داك الاتحاد ديال انت كاليها من جهه انا كاليها من جهه، هادشي اللي كيطرا كامل دابا اللي تيبان للناس منافسه، داكشي اللي باغي. وتنقولوا لخوتنا من 2012 تيطرا، تنقادوا المروكان ويب مافيا بشويه، ولكن ماشي انت صاحبي راكب معنا في الباطو، واحد راه تنقول لك البوتونسييل ديالك مهم، واحد من اهم الشخصيات اللي كتاثر في بنادم. ما تقبش الباطو اصاحبي، ما تقبش الباطو لانك راك راكب فيه، وسير تخدم، راه البوتونسييل ديالك كبير، وقلب على اللي مينطوريك وقلب على اللي يقيديك، وسير تصنع شي حاجه اللي غادي تصوفي ولاد عباد الله وتزيد معاك البلاد القدام وتحسن المواطن. وعلاش حنا مصدعين راسنا جايبين جوج الناس ولا ثلاثه الناس ولا اربعه الناس؟ راه باش الامباكت واحد العشرات الالاف، لان الواحد تيبدا صغير وما تعرفش فين تيوصل. راه كانوا معنا اردنيين ومصريين في 2013 14 15، دابا اليوم كتلقاهم فايس بريزيدنت ديال كبريات الشركات ديال الايكوميرس في دول عربيه. يعني وفايس بريزيدنت راه هو اللي كيديسيدي، لان البريزيدون كما عندنا في المغرب خصو يكون قاوري ويكون بوكوس، يعني خص اما اللي كياخذ ديسيزيون حقيقيه هو داك عشيرنا. حنا بغينا هاد ال 10000 واحد وهاد الشيء كامل كنقلبوا نديروا هاد الشيء باش المغاربه في الاخر لقاوهم شادين كاع مناصب القرار ديريكتلي انديريكتلي. فهمتي؟ وبالخدمه ماشي هذا. لا